بعهد السلام، في حين انه الاتفاقيه فيها بند بيقول ان اي تعديل باي وضع للقوات يتطلب موافقه الطرفين، يعني لازم الطرفين يتفقوا ويوافقوا ويوقعوا هما الاثنين. يعني احنا كان عندنا في المنطقه دي 450 عسكري بموجب كامب ديفيد. لما سحب اسرائيل من قطاع غزه سنه 2005 وبطلنا الاتفاق مع اسرائيل احنا نرفعهم ل 850 عسكري فقط، لا غير، بتسليح شرطي وممنوع طيران وممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا. فاحنا احترمنا ده عشان